الفقيه مش قضيته إقامة الحكم، إقامة الحكم قضيته إيجاد حل ليصون الحكم. كيف الرحمة ستجد للضعيف حلا يحفظ الحكم ويحفظ الحد؟ هذا رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، نعم أصبت حدا، وقعت زوجتي في نهار رمضان، نعمل إيه؟ أنت كارثتك كبيرة قوي. طيب خلاص اطعم 60 مسكين. قال له: ما عنديش حاجة. ولذلك من رأى الناس بعين شريعة من غير حقيقة مقتهم، ومن رآهم بحقيقة شرعية مرعية عذرهم. فالراجل خلاص فعل اللي فعله، جاي يدور على حل عند النبي. النبي مش مهمة يصدر الأحكام عليه، النبي مهمة يجيب له حل. راح يسأل رحمة الله الجامعة؟ لا، ده كان راح يسأله رحمة الله الممنوحة للعوالم. فبيقول له: يا رسول الله، الحقيقة ما أقدرش أصوم، والحقيقة التانية أن أنا ما أقدرش أتصدق برضه. أنا بيتي ما يتحملش أوكى 60 واحد. ومن النبي يعمل إيه؟ بسيطة خالص، ما أنت كده كده طالما جيت هتبقى براءة، ما دام جيتنا لازم تروح ربحان. قضية مش رميت الحمل على النبي يا ابني، لازم ينقالك حل سيدنا النبي. أنا لها دي وخلاص. اللهم صل وسلم. يبقى جاب التمر وقال له: إيه؟ خد اطعم بيه 60 مسكين، كل مسكين اديله بلح، يلا تمره اهي. كويس كده؟ اعمل النبي زياده عن كده. الصحابي يقول له: ايه؟ مفيش في المدينه افقر من عيالي. قال له: خلاص وكلهم عيالك. ما هذه الرحمه يا رسول الله؟ المهم ان يشعر الفاعل ان ما فعله جور على الحد. روح وكل عيالك وتحسب توكلت 60 مسكين، ما عيالك من مساكين. هذا عنوانته. أنا الحديث ده بعنوان إيه؟ عنوانته: ليس الفقيه من أصدر الحكم ليصون الحد، ولكن الفقيه من وسع دائرة الرحمة ليصون الحكم والحد. فهمنا؟ العلم ده ما جاء ليكون سيفا مسلطا على رقاب الناس، إنما جاء ليعرج بالناس إلى رحمة رب الناس. هذه العلوم ما جاءت لتكون أحكام سيوفها قاطعة لرقاب الموحدين، إنما جاءت بوسطية رحمة تسوق الناس بمحبة إلى رب العالمين من غير جور على الحدود. جاءت تعالج ضعف الإنسان لكل قرار في حضرة الديان. هذه العلوم يا عباد الله ما جاءت لنقتل بها من خالفنا الرأي، إنما جاءت لنحتوي بها أهل هذه المملكة بمحبة، وتكن معارجا لنا ولهم إلى سعة رحمة الله عز وجل.